اللي متبعين قضية ولدي شارد أمين الله يرحمه. اليوم خليت هذا الفيديو بالنسبة للناس اللي متبعين قضية ولدي. الحمد لله ناس بزاف، الله يكثر خيركم والدعوات ديالكم، ساعدوني بزاف باش نقف على رجلي. الله يجازيكم بخير دعواتكم، قسما بالله اللي وقفوا معايا. الحمد لله الحمد لله على كل حال. اللي بغيت نقول لكم هو أن غدا عندي جلسة إن شاء الله بإذن سميع العليم مع الطبيب، طبيب اليوتيوبر اللي داروا داك الورقة، نسميها ورقة عمري ما نعترف بها لأن بدون أمر قضائي. غدا عندي جلسة اللي هو نهار 20، لكن للأسف ولأول مرة من نهار ما تولدي وأنا كنت قاتل وتنحضر لجميع الجلسات. الله يجعلني بعد المرات كنمشي ليلة ديال الجلسة، واخا ما كتكونش جلسة غير كندخلو نخرجو، لكن تنحضر. ولأول مرة سنة بعامين وشهرين، لأول مرة ظروفي الصحية ما كتسمحش ليا نمشي نجي. أنا الآن حاليا في الدار ديالي في فرنسا، الله غالب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فما قدرتش نجي على أساس غدا عندي الجلسة. الله غالب، حتى الإبنة ديالي عندها غدا عندها عملية في أكادير، ربي غالب الله غالب. الحمد لله على الابتلاءات، الحمد لله على كل حال. ما نقدرش نمشي وما نقدرش نحضر. بغيت غير نقول لكم بانني ماشي الا ما شفتونيش غدا، بانني تخليت على قضيه ولدي، ولا انا غنكمل حتى الاخر لاخر نفس لاخر نفس، حتى يديموا الامانه امانته. كما سبق قلت لكم نقدر نموت على ابواب المحاكم، ما عنديش مشكله، يا اكادير يا الدار البيضاء، لكن غنكمل قضيه ولدي باذن سامي العالي. غدا اول جلسه الطبيب المفروض غدا يعني خدا الاستدعاء ديالو، يعني غدا غادي يكون، لكن الحمد لله الحمد لله تواصلت مع السيده الابراهيمي والاستاذه الفاضله الله يجزيها بخير وخليها وليدتها، يعني قالت لي ما كاين حتى مشكل، يعني هي راه تكون يعني موجوده اكيد، والصحافه المحترمين الناس اللي وقفوا معايا في الدار البيضاء الله يجزيهم بخير واحد بواحد، ما نقدرش نقول اسماء كاع الناس، لكن الله يجازيهم بخير كل الصحافه ان شاء الله غدا راه تكون، اي جديد غنعرفوا منهم حتى انايا كيفكم. كنتمنى من الله كنتمنى من الله سميع العليم بان ربي ينصرني وناخذ حقي، حتى الا ما تنصرتش وتكويت مره اخرى في حق امين شاريز، على الاقل على الاقل نكمل داكشي اللي خصو يدعى قانونيا باش ولدي عمرو ما يقول لي ماما تخليتي عليا، ولا ماما ما كملتيش داكشي، نكمل النقد والابرام. نتمنى من الله، نتمنى الناس نزهاء، نتمنى شي جمعيه حق الانسان تدخل، نتمنى الناس نزهاء يتصلوا بيا يدخلوا على الخط على الملف تاع ولدي. نتمنى تكون محكمه ولدي ان شاء الله، النقد يكون في الدار البيضاء وتكون في وسط الجلسه، ونتمنى الفيديو ديال ولدي هو تيخرخر كلشي، الناس انتم شفتوه، لكن تمنيتو يكون في المحكمه والناس كله يحضر يشوفوه كيف ما شفنا الفيديو ديال ام بدر الله يرحمه. نتمنى حتى الفيديو ديال ولدي هو تيخرخر وما تشدش هذاك المتهم تنهار، نتمنى يكون في الجلسه. نتمنى الاوديوات المسربه هما كيتفقوا عليه يكونوا في وسط الجلسه ويستمعوا لهم. اللي ما دارش غنعاود ثاني واحد الهضره، اللي ما دارش ابتدائيا واستئنافيا نتمنى يدار في النقد والابرام، حتى حاجه ما بعيده عند الله، راه فرمشات عين ربي قادر ينصفني، وكاينه المحكمه الالهيه اكيد ربي غادي ينصفني. كنتمنى من الله كنتمنى من الله، وديما كنناشد سيدنا اعلى سلطه في البلاد حاكم البلاد، كنتمنى واحد النهار نتمنى يشوف فيديوهاتي ويشوف كيفاش تعذبت وكيفاش مرمت وما خليتش حق ولدي روما الدلائل الضامغه. دعيو معايا، ما بغيتش نطول هذا الفيديو، بغيت نقول لكم للظروف القاهره والظروف الصحيه ديالي ما قادراش نحضر غدا، لكن اكيد ان شاء الله تفوت هذا الاسبوع والجلسات الجايه ان شاء الله ضروري غادي نحضر، ضروري غنحضر ولو نجيب العكاز. للاسف بنتي حتى هي مريضه، غدير عمليه غدا ان شاء الله، الله يشافيها ويعافيها، لكن الحمد لله كاين الحمد لله السلطه الرابعه، كاين الصحافه حاضره غتكون غدا، كاين الاستاذ الابراهيمي جزاها الله الف خير يخليها وليداتها يا ربي. انا راه مكمله في طريقي بالقانون باش هاد الطبيب واليوتيوبر اللي تعداو عليا
ودخلوا ورقه ما كيناش في الملف تاع ولدي، وحضروا عليا هاد السيده مسكينه الام المكلومه، راه حرام عليهم. كنقول لهم من هنا حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، الا قدرتوا تنعسوا وتعديتوا على واحد الوليد ميت وهضرتوا فيه وقلتوا حوايج ما كاينينش، ودخلت ورقه للمحكمه تحكم بها ابتدائيا واستئنافيا بدون امر قضائي. يا ربي شتي لو كان غير امر قضائي، واحد السيد ما شاف جوتا، ما عين جوتا، ما شرح جوتا، وتجي تحط لي الورقه في وسط الملف. مشات الظلم، وكنبقى نقول انا واحد السيده ما تنغلط على حتى واحد، لان كلمه حسبي الله ونعم الوكيل كافيه تاخذ لي حقي. الحمد لله، ودعواتكم محتاجه، دعواتكم محتاجه، دعواتكم محتاجه، دعواتكم. ما بغيتش نقول انا بوحدي، انا عندي الله سبحانه الا هو، هو اللي مقويني، هو اللي مخليني واقفه حتى لدابا. ودابا الحمد لله عندي حتى نتوما، وسمحوا لي انا ما كنجاوبش على التليفون، سمحوا لي ما بقيتش قادره نجاوب لسبب ظروفي الصحيه، ما قدرتش، حاولت نبعد على التليفون شويه لان عيانه، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. نفسيا كنتمنى الله، كنتمنى الله ان شاء الله باذن السميع العليم ناخذ حق وليدي. العداله شرز امين، العداله شرز امين، العداله شرز امين. وربي كبير الحمد لله، وحتى اللي ما خديتوش في الدنيا ناخذو في الاخره.